محمود اتفضل. طب بعد حضرتك ان الجمعه جايه فيها عشرات الملايين، هيطلبوا بايه؟ المستهدف وصول لايه؟ طبعا انا عايز اقول لحضرتك ان القائم دلوقتي يعني مثلا في اللحظه اللي بكلمك فيها دي ومن ساعتين ومبارح في اتصالات واجتماعات لا تقف ولا تهدأ عشان الاتفاقات دي. والحقيقه طبعا انا مش متاكد ان انتوا كنتوا بتتابعوا دايما اللي انا بقوله مثلا من 11 فبراير لغايه دلوقتي، لكن كان من ضمنه ان انا اقول دايما ان الاتفاقات اللي خارج ميدان التحرير في الايام اللي تسبق ايام الاحتشاد هي الاهم من الاحتشاد نفسه، لان دي اللي تنضج المطالبه ودي اللي تخلي النزول نزول وجيه ونزول مبلور ومحدد. ولما حصل ان الناس ما بقوش يعملوا كده، بقوا ينزلوا من غير اتفاق، بقوا بيتضاربوا مع بعض، فدي حاجه ده عيب، عيب حتى على مستوانا الثقافي وعلى مستوانا السياسي ومستوى الادراك. هو احنا مغفلين يا راجل؟ ده فرنسا قامت بثوره مره واحده وانشات بناء عليها دوله، بقت الجمهوريه الاولى، الجمهوريه الثانيه، الجمهوريه الثالثه، ترعى مقاييس. احنا عملنا العكس، احنا عملنا مش ثوره مره واحده، عملنا عده ثورات، كل ثوره تقعد لها شويه ويرجع الطغيان يلف ويتملك من البلد تاني، لان احنا شاطرين في الاسبوعين بتوع الثوران، لكن مش شاطرين في حكايه حراسه النتائج اللي تتحقق، مش شاطرين في ان احنا نعرف نفهم ندير الامور ازاي. وبالتالي النهارده اللقاءات التي لا تنقطع دي، سواء تليفونيا او اجتماعات او ما الى ذلك، اصل الى انه الجمعه دي هي جمعه يعني شعارها او معناها الكبير هو انها جمعه الاستقرار والاحتشاد وتضامن وتضافر كل الطيوف الوطنية ووجودها في لحمة واحدة وعدم وجود طلبات متضاربة وما إلى ذلك. وفضلا عن كده الحقيقة بقى بيني وبينك، عشان ما بحبش الكلام السياسي اللي هو إيه بتاع الشعارات اللي كله، الحقيقة لأنه مفهوم انه حكايه الوثيقه الحاكمه دي عار شكلا مش موضوعا بس، لا شكلا اصلا دي عار. هو مين اللي بيحط الدستور؟ الشعب. مين اللي هيحط الوثيقه الحاكمه للشعب؟ 10 15 20 واحد. مين في الدنيا يقول ان ال 20 30 40 واحد يبقوا حاكمين على شعب؟ ايه ده؟ ده عيب جدا، ده كلام ازاي اقبله على كرامتي؟ ان شاء الله يا رب يحطوا احسن حاجه، ان شاء الله يبقوا هم الاخوان المسلمين شخصيا، ان شاء الله يبقوا السلفيين، انا ما اقبلش. شعب يضع دستوره مش ناس يحطوا له وثيقه حاكمه عليه. اقوم انا لما اجي اختار الممثلين بتوعي ويجوا يقعدوا يختاروا ماده يقوم واحد يقول له لا يا حبيبي معلش والله انت مش من حقك تحط الحكم ده عشان بابا ماما منى وبابا اسامه قالوا لا الوثيقه الحاكمه ممنوع تعملها. مستحيل، عيب عيب. احنا مش شعب من الرعاع ولا من الغنم، احنا اصحاب قرار. فالحقيقه الوثيقه دي مطلوب كانوا انه يتسلل اليها بعض المعاني التي تنال من استقرار الاسلاميه. الاسلاميه يا جماعه في مصر ما هياش فصيل او طائفة او اتجاه سياسي، الاسلامية عقيدة دولة. الدستور الدساتير متعاقبة تقول صراحة دين الدولة هو الاسلام والشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي، وده لا يزعج احدا. وبعدين انا عايز اقول حاجة مهمة عشان تعرفوا ان الفكرة هي الفكرة مستوانا الثقافي. احنا عيب نبقى متخلفين. احنا بصوا في دول العالم تلاقي الدولة دي حاطة علمها الصليب، الصليب هو العلم، وفيها مسلمين هناك ما اعترضوش. ليه؟ ما قالوش ليه ازاي تحطوا العلم هو الصليب ونروح الدنمارك نلاقي العلم الصليب نروح. حتى بلاد الاسكندنافية الأربعة اللي هم فوق في طربوش العالم شمالا، لما شو اللي هم قالوا انهم أبعد الدول عن هذه المعاني، دساتيرها واضحة في ان هو بيقول والله انا المذهب مذهب البلد هي مش بس يقول المسيحيه، يقول المسيحيه البروتستانتينيه او الكاثوليكيه، يعني واضح حتى في المذهب اللي داخل الديانه.
لم يعترض أحد. إحنا ساعات لأننا دولة متخلفة ثقافيا ومن بلاد العالم الثالث ومش قادرين نفهم ثقافة العالم، بنقول كلام ما فيش حد في الدنيا كلها بيقوله، وبنتصور أنه التقدم هو قمة التخلف. ولا تزال الإسرائيليين حاطين نجمة دينية على، والراجل كلينتون رفع الإنجيل كده وقال هذا، وهو رئيس، قال هذا الإنجيل فيه هداية العالم. وجورج بوش الابن كان قال تصريحاته، ما فيش حد في الآخر تطلعه من شخصية من مكوناته الثقافية وتقول له اشتغل. ازاي تطلعني من مكوناته الثقافية؟ البلد الوحيدة اللي قررت ان هي تطلع من مكوناتها الدينية دبحوا بعض. مين؟ عندكم لبنان مثلا، لبنان، عندكم الهند مثلا، البلاد اللي قالت لا احنا يعني سيبكم، لان ده فترة في الانسان. ومع ذلك انا بقول لحضرتك ان انا لا اقبل ان واحد غير مسلم حتى لو كان، مش انا مش بتكلم عن المسيحيين بس، ان شاء الله يبقى يهودي ولا مجوسي، حتى لا اقبل ان حق من حقوقه يداس عليه. وانا وبوصي ولادي واحفادي من بعدي ان شاء الله وكده، ان يبقى كل واحد يبذل عنقه في سبيل الدفاع عن حقوقهم لو حد داس لهم على طرف. لان الاسلامية مش معناها كده. انا في يوم من الايام لما قالوا ان فلان الفلاني قال انا لو الاسلام جاء انا امشي هاجر بره، قلت صراحة، قلت انا هطلع وراه على بره اقول له لا دي بلدك زي ما هي بلدي، انا مش اولى منك بيها، دي بلدك ولازم تبقى موجود ومطمئن، لانه الشريعة الاسلامية. ولذلك جهل، الجهل الثقافي بتاعنا، عايزين يحطوا في بعض المواد عبارة بتعطيهم حقوق أقل من اللي الإسلام بيحطها لهم. يعني هم متصورين إن ده الإسلام يعطي أكتر من كده بكتير. يا ريت المسلمين في أمريكا ياخدوا زي غير المسلمين في مصر. ده احنا فيعني دي بصورة عامة الجمعة القادمة، وإن شاء الله الاحتشاد لها بإذن الله تعالى، يعني على الأقل لبيان أن الشعب لن يترك القضية. لأنه تعرفوا لو المعنى ده خفت، ولا هيبقى في انتخابات ولا برلمانية ولا رئاسية ولا هنستلم حاجة أبدا كشعب. وسنة 52 نفس الحكاية حصلت على فكرة، بين مارس وسبتمبر، في مارس شوية مظاهرات، آسف، في مارس حاولوا العسكر يعملوا انقلاب وياخدوا السلطة بالعافية، الشعب ثار عليهم، قعدوا يعالجوا الشعب من مارس لسبتمبر، خلصوا تمام، راحوا واخدين رئيس الجمهوريه حاطينه في السجن 16 سنه اللي هو محمد نجيب، واخدين الناس اللي كانوا مصممين على الديمقراطيه والحق اعدموهم اعدامات على منصات الاعدام. ولذلك انا بقول النهارده انه رقاب الشباب اللي قام بهذه الثوره اساسا لن تكون في مأمن الا اذا تم اختيار حكم وطني انحياز احادي منحاز لجهة واحدة بس اللي هي الشعب. إنما بقى حد عنده العلاقات الأمريكية والعلاقات الإسرائيلية والعلاقات الإيرانية والعلاقات وموازناته كده، تصبح رقاب كل من ساهم في هذه الثورة عرضة أنها تطير.